السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا كيكة جد رائعة، كتجي مسفجة، نحضروها لوليداتنا في الكوتي، كتجي غزالة ولديدة بصلصة رائعة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، تخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو بعض الحبات تاع البيض، كوب ديال السكر ما يعادل تقريبا 150 غرام، عندنا السميدة ديال الحلويات كوب وربع ما يعادل 150 غرام، عندنا كوب ونصف ديال الدقيق الرطب ما يعادل 150 غرام، عندنا نص كوب ديال الحليب اللي متوفر عنده الياغوت ديالو. بالنسبة لي متوفرش عندي الياغوت وغنبقى في الدار ما غنخرج، غنوريكم بديل ديال باش نحصلو على ياغوت، نوريكم بديل. هنا معلقة، هذا هو البديل، كنديرو فيه معلقة كبيرة ديال الخل، كنحركو وكنتركو تقريبا 5 دقائق حتى تنوجدو الكل. هنا ساشية ديال الخميرة ديال الحلويات، ساشية ديال الفاني، 3 معالق كبار ديال الزيت، زيت نباتي. بسم الله نبداو على بركة الله. كناخدو 4 حبات تاع البيض، كنصبو فيهم السكر الخشن أي سنيدة، كنمزجو هذا الشكل وكنبقاو كنضربو، ويمكن نضربو حتى بيدينا، هيك كيستغرق الوقت شوية، هذا كنربحو شوية الوقت. بسم الله. بعد ما ضربت المزيج صبح على هذا الشكل كنصبو الزيت، كنصبو فانيا، كنصبو هذاك نص كوب ديال الحليب اللي درنا فيه، هانتوما كتلاحظو كيجي خاطر، اللي درنا فيه الخل، لما طربنا كنصبو الدقيق وحنا كنطربو، كنمشيو على هاد الشكل، مكونات جافة 150 غرام ديال الدقيق كما تلاحظو. من بعد كنصبو السميدة، كنصبو فوقها الخميرة، كذلك 150 غرام ديال السميدة رقيقة ديال الحلويات، وكنبقاو كنمزجو مزيان على هاد الشكل. بسم الله. بعد ما خلطنا المزيج مزيان كنصبو في هاد الطاوة، هاد الطاوة دهنا بشوية الزبدة وشوية ديال الدقيق، ودائما المول حسب اللي عندكم. بالنسبة لهاد المول تقريبا راه تقريبا 24 في 26، هاد الشكل. ودائما الفران كنسخنوه مزيان، كيكون سخون بعد كنقصو عليه النار، كيكون النار تقريبا 160 35، ما كنحلو لا حتى تتفوت 35 عاد تحلو، عاد تنقلبو الى طاط مطاط تنعدو البطاطا طبلي. بسم الله. بعد ما خرجت الكيكة من الفرن الان غادي نحاولو نحضرو التزيين ديالها. بالنسبة للتزيين ديالها كنحتاجو 7 معالق ديال السكر الخشن، هنا نص كاس ديال الماء ما يعادل 100 ملل. بسم الله. كناخدو المقلاة كنصبو فيها السكر الخشن وتنطلقو على هاد الشكل، كتبدا يحمر لينا عاد تنحركوه. بسم الله. الان كنحركو بعد ما بدا يتشكل كراميل هاد الشكل، من بعد كنصب عليه الماء هاكا كيكون بارد بشوي بشوي. كنبقاو نحركو، واخا قساح لينا غير كنحركو حتى كيعاودو هداك السكر، هداك السكر عفوا. بسم الله. بعد ما داب المزيج بحال هاد الشكل كنكبوه مباشرة فوق الكيكة، كنطفي عليه الماء. بسم الله. كنحاولو كنتقبو بعض الثقوبات على هاد الشكل، بعد كنكبو هداك المزيج هو ساعدو. بسم الله. كنحاولو نسرحو على هاد الشكل،
كنديروا الشوكولاته الابيض كنحاولوها بالشوكولاته الابيض وكندوبوه غير في البلاستيك. الشكل النهائي ديال الكيكه كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه وكتجي مسفجه مسفجه بزاف ولذيذه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، جربوها وبارطاجوها مع اصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.